الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود الانتهاء من مدينة السيارات العالمية لتضم كافة الخدمات اللازمة. مدبولي يوقع مذكرة تفاهم في باريس لتدشين البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. البرهان يؤكد أن تحرك الجيش جاء لتجنيب السودان الحرب الأهلية، ويتعهد بعدم تدخل مجلس السيادة الجديد في الشؤون السياسية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة مدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة بصورة متكاملة، بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مجلس النواب ومركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي وشبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري، واللواء محمد الدكروري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع مسجد مصر، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية، والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز الاستشاريين بمشروع مسجد مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة. وعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة. كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجاري بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها. وعرض خلال الاجتماع أيضا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور جيهان السادات في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كيلومتر، حيث أكد السيد الرئيس على تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي.
وقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمن على مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته 3 سنوات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بمقر المنظمة في باريس. وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج سيسهم في زيادة القدرة التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي، كما سيكون بمثابة دليل إرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الاتفاق يأتي في أو مع تبني مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، مؤكدا التطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة لمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية. مصر تؤمن بأن هذا البرنامج سوف يساعد في الاستمرار في العمل في البرامج المميزة التي قمنا بتبنيها منذ 4 سنوات من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأعتقد أننا الآن في وضع يسمح لنا بالعمل بشكل إيجابي مع المنظمة كي نزيد مرة أخرى قصة نجاحنا في المجالات المختلفة من الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. لقد قمنا بتحديد 5 دعائم لعملنا ولتعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا يتضمن بالطبع نمو اقتصادي شامل ومستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، وأخيرا وليس آخرا التنمية المستدامة. مصر هي شريك أساسي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وهي أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، بها عدد كبير من السكان ولديها كثير من المواطنين من الشباب. مصر كذلك بوابة بين المغرب والمشرق، بين القارة الإفريقية والبحر المتوسط. بالاعتماد على تاريخها ومساهمتها في الحضارة الإنسانية، مصر تلعب دورا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومصر تعد أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، أحد أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. وكذلك مصر من بين أكبر الدول المصنعة بنسبة 22% من إجمالي التصنيع بالقيمة المضافة في القارة الإفريقية. ومصر قد استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية، خاصة بنية تحتية للنقل بما في ذلك قناة السويس التي تأخذ تقريبا 12% من إجمالي التجارة العالمية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور الوفد الوزاري المصري وسفير مصر في باريس. وأشار مدبولي خلال اللقاء إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الإفريقية، منوها بما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفيما يتعلق بالبرنامج القطري، أكد مدبولي أن البرنامج سيضع إطارا للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعا ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي عبر سياسات محددة. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية وما تقوم بتنفيذه في مصر من مشروعات كبيرة في ميناء الإسكندرية وغيره من المواقع. وأعرب رئيس الوزراء خلال لقائه مع رئيس المجموعة العالمية للخطوط الملاحية رودولف سادي بالعاصمة الفرنسية باريس عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة في ضوء خطة التطوير الشامل في الموانئ المصرية، وفي مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة. من جانبه أكد رئيس المجموعة أن شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم هي ثالث أكبر شركة في العالم وتولي اهتماما خاصا بمشروعات التعاون مع مصر، مشيرا إلى مشروع تطوير رصيف 55 بميناء الإسكندرية والذي سيمثل نقلة نوعية كبيرة في عمل الميناء في أبريل 2022. كما أشاد بما تقوم به مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانيها، وهو ما سيعطي لمصر مزيدا من الميزات النسبية في المستقبل.
بين حرب 67 ونصر أكتوبر 73 ست سنوات كاملة عملت فيها القيادة المصرية على تحويل الهزيمة لنصر وتجنيد جميع موارد الدولة لتحقيقه. في تلك الأثناء لم تغب الدبلوماسية المصرية ولو للحظة واحدة عن ملحمة أكتوبر المجيدة، بل كان لها دور كبير في المحافل الدولية من إظهار عدوانية الاحتلال وفضح أكاذيبهم. بينما كان الذراع المصري يحمل السلاح مدافعا عن أرضه لآخر نقطة دم، كان الدبلوماسي المصري يجلس على مائدة المفاوضات يرتكز على ما تم تحقيقه من نصر على الأرض. ففي ملحمة أكتوبر المجيدة كانت الدبلوماسية المصرية ظل المعركة ومظلتها منذ فترة الإعداد والتمهيد وحتى تحرير جميع الأراضي المصرية المحتلة. وتأكيدا على تمسك مصر بالسلام حتى اللحظات الأخيرة، كانت مصر أول من وافق على قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بداية من 22 من أكتوبر عام 73 رغم استمرار انتهاكات العدو، وصولا لاجتماع مجلس الأمن للمرة الثالثة في 25 من أكتوبر وإصداره قرارا ثالثا جدد فيه دعوته لوقف إطلاق النار فورا، وأعلن إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي توقف بالفعل على إثره إطلاق النار تمهيدا لعقد اجتماع بين الطرفين لبحث التنفيذ. وفي خيمة تابعة للأمم المتحدة نصبت عند الكيلو 101 على طريق القاهرة السويس عقد الاجتماع الأول بين الوفدين المصري والإسرائيلي في 28 من أكتوبر، وتركزت المباحثات حول وضع الأسرى والجرحى ورسم خطوط 22 من أكتوبر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ثم بدأت جولة جديدة من المباحثات في يناير 74 بأسوان، والتي ترتب عليها تخفيض القوات المصرية في سيناء لإثبات نوايا السلام والشروع في اتفاق حقيقي يضمن مصالح البلدين. وبات الوضع على ما هو عليه بينما وصل الزعيم الراحل أنور السادات اتصالاته ومباحثاته السرية والعلنية مع عدد من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية حول السلام مع إسرائيل، حتى ألقى الكرة في الملعب الإسرائيلي مؤكدا تمسكه بالسلام. وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيست ذات. كلمات وجدت صداها في الداخل الإسرائيلي ليواصل الجانبان المحادثات على قدم صلبة لا تخلو من تراخي العدو بين الحين والآخر، حتى وصلت المباحثات لطاولة كامب ديفيد للسلام في سبتمبر عام 1978، مباحثات أعقبها التوقيع على معاهدة السلام لإنهاء الحرب وإعادة تدشين العلاقات بشكلها الجديد. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. الوحدة كما أثبتت معاركنا عبر التاريخ قدر ومصير للأمة العربية. وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت فلن يسمع لها. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إحدى مراحل المشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانية، وذلك في إطار الخطط السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة عرضا لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة. وخلال المشروع ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة،
كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخطط ومنفذ المشروع. وفي نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس السيسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لرجال الجيش الثالث، وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية. وجهت وزارة الداخلية دعوة لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وذلك لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية خلال الأيام القادمة. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط 3 تشكيلات عصابية بتقهلية وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها ب8 ملايين جنيه. كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب أكثر من 500,000 قرص مخدر لخارج البلاد عبر ميناء سفاجة البحرية. في إطار مكافحة أجهزة وزارة الداخلية لجرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر القائمة على عمليات الترويج، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عدة مأموريات لمنطقة عزبة الصفيح بالدقهلية بعد معلومات بوجود عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة بها ضالعة في الإتجار بالمواد المخدرة. ونجحت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وبالاشتراك مع مديريات أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في ضبط 3 تشكيلات عصابية وبحوزتهم 0.5 طن من مخدر البانجو و375 تربة لمخدر الحشيش و4 اسطوانات لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس وأكثر من 8,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية و15 قطعة أسلحة نارية وبيضاء وكمية من أدوات تجزئة وتقطيع المواد المخدرة، وقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة ب8 ملايين جنيه. الإدارة استهدفت 4 أشخاص بالإسماعيلية بعد تأكيد التحريات إتجارهم في المواد المخدرة، وتمكنت من ضبطهم بمسكنهم بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية. وبحوزتهم ما يقارب 200 تربة لمخدر الحشيش و65 كيلوغرام من مخدري الهيدرو والهيروين و3 كيلوغرامات من مخدر الآيس وكمية من مخدر الأفيون و4 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين ب32,100,000 جنيه. واستكمالاً للنجاحات الأمنية التي تسطرها أجهزة وزارة الداخلية في مكافحتها لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لحماية البلاد من أضرارها وتداعياتها السلبية على المجتمع، أحبطت الإدارة العامة لأمن الموانئ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 0.5 مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر من مصر لإحدى الدول عبر ميناء سفاجة البحري، حيث قام عناصر تشكيل عصابي بإخفاء تلك الكمية داخل حاوية مشمولها المستندي المشروع مواد غذائية من ترمس ونعناع لكي لا تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطها لتشابه الكبتاجون مع تلك المواد ما يصعب تمييزه، لكن اليقظة الأمنية ودقة المعلومات حالت دون نجاح مخططهم وتم ضبطهم وإحباط محاولة تهريب تلك الكمية التي تقدر قيمتها ب18 مليون جنيه.
لتضاف تلك القضايا إلى سلسلة النجاحات التي تحققها وزارة الداخلية في تصديها لجرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة، بما يحافظ على الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد مستشار الرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية عوض تاج الدين أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما أكد تاج الدين أن الدولة أنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر السنوي 62 للجمعية المصرية للصدر والتدرن تحت رعاية الرئيس الجمهورية. وأوضح تاج الدين أن جميع أدوية بروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا تنتج بمصر من خلال 152 شركة دواء مصرية ودولية. الاستعدادات المؤسسية بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمرة، كل الأجهزة متاحة، الأدوية التي تستخدم في علاج الحالات أيضا متوفرة، والتعامل البشري بالقدرات البشرية الطبية الحمد لله بيسير بخطى موفقة الحمد لله. إن شاء الله نتمنى بدعم الدولة بالخروج من هذه الموجة بإذن الله. أعلنت وزارة الصحة استقبال 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا، وذلك من حكومة دولة المجر. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين. من كل حدب وصوب وبالتعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الحليفة، تتواصل جهود الدولة لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين بغية السيطرة التامة على الوباء. جهود الحكومة في توفير لقاحات كورونا أصبحت نموذجا يحتذى به، وخلال شهر أكتوبر الجاري فقط حصلت مصر على 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، بالإضافة إلى الشحنة الثالثة من لقاحات جونسون أند جونسون، بإجمالي 1,058,400 جرعة، وذلك بالتعاون مع آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا. كذلك استقبلت مصر الشحنة الثالثة من لقاح كورونا من إنتاج شركة فايزر بإجمالي 1,398,150 جرعة، ضمن تعاون لتلقي 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا. ويتواصل التعاون أيضا عبر آلية كوفاكس والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات جافي، إلى جانب التعاون مع الحكومة الصينية، تلك الشركات التي أسفرت عن توفير ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جميع المواطنين. وتمثل شركات التعاون من كل الدول المنتجة للقاحات أحد مسارين ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة الجائحة، وكان المسار الثاني هو تصنيع اللقاحات محليا، حيث دشنت مصر تصنيع اللقاحات المحلية بالتعاون بين شركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية. كما تنوع فاكسيرا في اتفاقيات تعاونها مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يومياً بمعدل مليار جرعة سنوياً. توفير اللقاحات يظل العقبة الكبرى أمام دول العالم للسيطرة على جائحة كورونا، لكن جهود الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية نجحت في وضع مصر على طريق احتواء الجائحة والتخفيف من تداعياتها على اقتصاد الدولة. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن المجلس أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها الفعال، ووفقا لقانون تنظيم عمله الصادر عام 2018 أصبح المجلس قوميا مستقلا يقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية. وقالت مايا مرسي في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قالت إن المرأة شهدت عهدا جديدا منذ تولي الرئيس السيسي، وأضافت أن القيادة السياسية تعي وتحترم المرأة وتقدرها، إيمانا بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان. إن المجلس وبحكم الدستور والقانون أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها القوي والفعال، حيث صدر قانون تنظيم عمله عام 2018 ليصبح مجلساً قومياً مستقلاً، وتتمتع رئيسته بدرجة وزيرة، ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في مصر، وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتي.
وارتفع عدد المستفيدات من أنشطته ليصل إلى ما يزيد على 28 مليون مستفيدة في عام 2020، بعد أن كان عدد مستفيديه 3390 ألف عام 2014. وتضاعفت الميزانية المخصصة له بمقدار ما يقرب 5 أضعاف. نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة ندوة بمقر البعثة في جنيف حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومناهضة العنف ضد المرأة. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، قال إن الندوة تستعرض التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية، وذلك لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية في كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف. استقبلت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب رش راغب نائب السفير الياباني بالقاهرة ماتسو باياشي كينيتشيرو والوفد المرافق له. تناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والجانب الياباني وكيفية الاستفادة من خبرة الجانبين في المجالات المختلفة. وأشاد الوفد الياباني بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تطوير العنصر البشري في كافة الجوانب الشخصية والعملية. أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن تحرك الجيش جاء لتجنب البلاد حربا أهلية، وأضاف أن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام الشعب السوداني. وشدد البرهان خلال مؤتمر صحفي على رفض القوات المسلحة سيطرة أي جهة أو حزب على الأمور في البلاد، داعيا إلى العمل من أجل بناء السودان ومتعهدا بعدم تدخل مجلس السيادة الذي سيتم تشكيله قريبا في الشؤون السياسية. تطورات متسارعة يشهده السودان عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، إضافة إلى تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية. وخلال مؤتمر صحفي شدد البرهان على رفض القوات المسلحة سيطرة أي جهة أو حزب على الأمور في البلاد، داعيا إلى العمل من أجل بناء السودان. القائد العام للقوات المسلحة السودانية أكد أن القوات المسلحة حاولت منذ فترة جمع الصف الوطني عكس ما قامت به القوى السياسية. وكلنا اتفقنا مع الشعب السوداني عندما حضر إلى أمام القيادة العامة، وكانت هذه هي أمنياته، وأيضا كانت أمنياتنا أن نرى شعبنا يهتف بهذه القيم وهذه المعاني، وكان أيضا واجب علينا أن نستجيب لرغبة هذا الشعب، وهذا ما حدث بالفعل. أننا وقفنا مع الشعب السوداني لتحقيق هذه الشعارات، شعارات اللي احنا نفتكر أنها هي أساس الحياة وهي أساس المواطن وهي أساس بناء الدولة إذا طبقت بالطريقة الصحيحة. الفريق الأول عبد الفتاح البرهان أوضح كذلك أنه سيتم اختيار وزير من كل ولاية على مستوى السودان في تشكيل الحكومة المقبلة، كما أنها ستشكل بشكل يرضي كل أهل السودان. أهل كل إقليم يرشح شخص يمثلهم في مجلس السيادة، أقاليم السودان موجودة أيضا، الوزارات مجلس الوزراء سيتم اختيار وزير من كل ولاية، من كل ولاية أيضا يتم التوافق عليه والتشاور معه مع أهل الولاية. رسائل البرهان تستهدف طمأنة كل من الشارع السوداني والمجتمع الدولي في الخارج، حيث أكد على استكمال عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة مع الالتزام بتنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عاد إلى منزله. يأتي هذا في حين أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من اليوم وحتى 30 من أكتوبر.
وللمزيد من المتابعة والتفاصيل عن الشأن السوداني ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون الإفريقية. بداية وبعد التحية، يعني بالتأكيد المؤتمر الصحفي للفريق عبد الفتاح البرهان اليوم كان كاشفا عن الأسباب التي أدت إلى تحرك الجيش، إذن ما هي أبرز الرسائل في تصريحات الفريق أول البرهان؟ مساء الخير. اولا، هو ابرز الرسائل اللي قالها الفريق برهان هو اعاده تشكيل الحكومه باشراك كل الولايات دي. انا في رايي ان دي من اهم الخطوات اللي تدعو الى طمأنه، في كلام كتير ثاني الى يدعو الى طمأنه الشارع السوداني ومحاوله كسر محاوله العصيان اللي هم بيعملوها الناس بتعملها في الشارع. يعني انا في تقديري ان هناك اشياء لم يفصح عنها البرهان، الازمات المكتومه بين الميليشيات، لانه الخطوره من سيطره الميليشيات على الشارع السوداني في هذا الوقت، لان في ازمه بين الميليشيات والمؤسسه العسكريه، خصوصا الميليشيات اللي انضوت تحت في اتفاق جوبا، فضلا عن ان هناك ميليشيات تكمن خطوره في تحركها لم تندرج في جوبا زي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور. هناك ناس اخرين من في اتفاق جوبا واعضاء في مجلس السياده زي ملك عجار، وملك عجار يملك حس انفصالي من زمان، من فتره. الوضع في السودان الحقيقه اصبح ضبابي بشكل كبير، وان كانت طمأنت الفريق البرهان يعني أخذت بعض المسار في نفوس الناس، إلا أنه محتاج كمان أنه يظهر بعض الطمأنة لجانب الشارع، لأن الشارع تحركه العواطف في السودان حاليا، وتحركه أيادي كثيرة تلعب من قوى إقليمية وقوى دولية في السودان لخلخلة السودان ولتمضيط أو لتفعيل فكرة التفتيت وانفصاله، وخصوصا أن السودان مهيأ أن يكون فيه انفصال بعض المناطق زي جنوب كردفان والشرق. قبل كده سبق أنه نظر ترك وبعض النظار في الشرق هددوا بالانفصال أو تكلموا على إمكانية الانفصال. يعني الأمر الحقيقة في صعوبة شديدة في السودان، وفي خطورة مش على السودان نفسها لكن على المنطقة بشكل عام. نعم، بخصوص حديثك أستاذ أيمن عن الصعوبة ويعني التحديات التي تواجه السودان الآن، كيف ترى فكرة الاستئثار بالسلطة من جانب أحدى الأحزاب، ويعني أعني بذلك حزب الحرية والتغيير السوداني، كيف تقرأ السيناريو القادم مع مجلس السيادة الانتقالي، خصوصا أنه أعلن بأن المجلس القادم هو مجلس سيشكل بعناية وبكل عدالة، وأيضا سيكون هناك وزير يعني متخصص في كل ولاية يمثل هذه الولاية؟ ده كلام الحقيقة كلام منطقي وواقعي جدا، لأنه استئثار الحرية والتغيير بالأمر كان على غير هوى الشارع السوداني أيضا، لأن داخل الحرية والتغيير نفسها في انقسامات حادة، وفي انقسامات على الحرية والتغيير من باقي القوى المدنية في الشارع السوداني. أعتقد أنه اللي تم تكوين مجلس السيادة السابق وما تم في سرعة واستعجال وتحت ضغط الانفعال وضغط هتافات الشارع، كما يتم أو كما تم إعادة كتابة دساتير بعض الدول اللي حصلت فيها هزات أو يعني مشاكل شعبية في الفترة من 2011 إلى الآن. أعتقد أنه دلوقتي التخطيط اللي بيتكلم فيه الفريق البرهان أن يكون في مجلس سيادي متزن ومختار على عناية، نتمنى ألا يكون في تعجل وألا يكون في رضوخ لانفعالات الشارع، لأن احنا شفنا على مدى العشر سنوات الأخيرة والأحداث اللي تمت في العالم العربي أن انفعالات الشارع
غير حقيقية وغير معبرة عن الوطن بشكل كامل. يعني لا يصح أن بعض الصبية والناس في الشارع هم يقررون، هم يتحكمون في مقاليد الأمور بالضبط. فبالتالي لابد أن تكون هناك روية وهناك يعني دايما وضحة. الشارع انفعالي، فما ينفعش ننصاع لرأي الشارع. أنا تقديري أن مصر لابد لمصر أن تلعب دور قوي ومهم، لأنه مصر مقبولة جدا في الشارع السوداني بغض النظر عن بعض النشاز يعني، لكن مصر الجميع في السودان أو أغلب أهالينا وأخواننا في السودان يدركون أن مصر هي القوة النبيلة الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، ويمكن أن تحدث تدخلاتها أو يعني أن تكون وسيط قوي وشريف ومقبول من كافة الأطراف ومن كافة القوى في السودان. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون الإفريقية. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء نظر الطاعون والأربعاء إعادة الفرز في المحطات المطعون عليها. في العراق أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2021. وقالت المفوضية إنها قررت فتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، حيث ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقا من محافظة نينوى غدا الأربعاء، تليها محافظة بابل يوم الخميس. ونوهت المفوضية أنها سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي. وافق رئيس الجمهورية اللبنانية على المقترح، وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموافقة عليه. وكانت قوى سياسية قررت تعليق مشاركة وزرائها في اجتماعات الحكومة لحين إقصاء قاضي التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري. هذا وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن تطلعه لاستئناف جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، وذلك لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة. وشدد ميقاتي في بيان على ضرورة أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة، بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بكل حرية ونزاهة. وبعد إضاعة الكثير من الوقت، وبعد أن فوتنا العديد من الفرص المواتية للبدء في العمل الجماعي البناء، جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين كتدخل سام من قبلكم وكبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود. فكان أن رد ممثلو الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري. انتخب البرلمان الألماني في أول جلسة له السياسية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيريال باس رئيسة للبرلمان الألماني لتكون ثالث سيدة تتولى منصب رئاسة البرلمان الألماني، وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما ينتخب فيها البرلمان الاتحادي امرأة لرئاسته. وحصلت بيربيل البالغة من العمر 53 عاما خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان على تأييد 576 عضوا من إجمالي 724 عضوا، في حين صوت بالرفض 90 عضوا وامتنع عن التصويت 58 عضوا. أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا لم ينتهي بعد، داعية الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة. وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا على 3 أشهر لتقييم الوضع الوبائي. وكانت اللجنة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الوباء لا يزال يشكل حدثا استثنائيا
يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة. أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخرج لبرنامج تدريب أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، حيث تم تدريبهم على أحدث المهارات الشخصية والنظريات الإدارة ذات الصلة بنطاق عملهم. شملت المحاور التدريبية للبرنامج عدة محاضرات نظرية وتدريبات عملية على المهارات القيادية وإدارة المشروعات وإدارة الأزمات والكوارث، وكذلك المهارات الشخصية كالتواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن الجميع يعمل لهدف واحد في الجمهورية الجديدة، وهو الارتقاء بحياة المواطنين على كافة المستويات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة ومحافظ بني سويف محمد هاني في ندوة لاستعراض عدد من النماذج الناجحة من شباب المحافظات في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة بني سويف من أجل استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزيرة على أهمية التوعية بجانب العمل على توفير فرص آمنة بديلة للشباب، حيث يتم التعاون مع وزارة الهجرة والتجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات. النهاردة لقاء جماهيري مع أبناء قرية الحرج، بالتأكيد أنه البنية التحتية وطبعا المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتنصب أيضا مع أو بتتشارك مع مبادرة مراكب النجاة، لأنه طالما أنا قريتي بيتم الاهتمام بيها من جانب الدولة ببنيتها التحتية بتعليمي بصحتي مع التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ده مش هيخليني ان انا ألجأ الى هذه الأسرة. والدولة الحقيقة هي اللي ساعدت في عودتهم مرة اخرى، عشان كده نموذج كان لابد ان احنا نلتفت له ونتوقف عنده وندي الرسالة الجيدة الإيجابية للمواطنين داخل هذه المحافظة ان الدولة معاهم. لما جينا القرية هنا شفنا التطوير والتغيير اللي حصل في المحافظة بالكامل نتيجة دخول مبادرة حياة كريمة في مركزي ناصر وبيبة. شفنا مد وتدعيم لشبكات المية، محطات صرف، مجمعات للخدمات الحكومية، كل ده بيتم على أرض المحافظة. مش بس كده، لا كمان احنا كنا موجود معانا قافلة طبية بتهتم بالعيون، او نقدر نقول قافله طبيه للكشف على عيون اهلنا في قريه الحرجه. الحقيقه احنا عملنا اتفاق وبروتوكول تعاون مع وزاره الهجره لدعم المبادره الرئاسيه مراكب النجاه وخدمه القرى المصدره للهجره غير الشرعيه والانسان، حتى يتم البناء بشكل جيد وبشكل صحي يجب ان يكون في متابعه دوريه واهتمام بالصحه والكشف الدوري وتقديم العلاجات والادويه والعمليات الجراحيه بالمجان. واحنا الحمد لله اتفقنا على 70 قافلة ل 70 قرية المصدرة للهجرة غير الشرعية في كل قرى ومراكز مراكب النجاة. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأحدى قرى مركز قفر الزيات بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة. من جانبه أكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي أكد أن القافلة تأتي استمرارا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا. هذا وقد شهدت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي وصرف علاج ل 1511 مواطنا بالمجان من أهل القرية. تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرية الجاري تنفيذها بقرى ومراكز أسيوط. هذا وقد استعرض محافظ أسيوط عصام سعد الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لافتا إلى أنه يتم العمل في 900 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليار جنيه، منها أكثر من 153 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. We'll be right back.
والآن جاء موعدنا مع أخبار المال والأعمال. وقفة اقتصادية تصحبنا فيها ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا محمد ودينا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. أعلنت وزارة البترول أن شركة إيني حققت 3 اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية في مصر، وتضم الاكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، وكذلك اكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة هذا، وقد تم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري ياسمين اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة أمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق. أكدت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% في السنة المالية 2023-2024، وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20%. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في المائدة المستديرة خلال مرافقتها رئيس مجلس الوزراء في زيارته لباريس. وقالت الوزيرة إن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة، جيد على المستويين الهيكلي والقانوني. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار المركز في بيان إلى أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أنه لا صحة لذلك، وأضاف البيان أن وزارة التموين شددت على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لستة أشهر مقبلة، مشيرا إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح لتعزيز مخزونها الاستراتيجية بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية. إلى أسواق المال، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 657 مليون جنيه عند مستوى 741 مليار و325 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 11256 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70، والذي تراجع بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة. كما هبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و75 قرشا للبيع. اليورو سجل اليوم 18 جنيها و19 قرشا للشراء و18 جنيها و31 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 21 جنيها و60 قرشا للشراء و21 جنيها و74 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي اليوم 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع.
إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمي في المعاملات الفورية ليصل إلى 1783 دولارا و25 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل الذهب عيار 18672 جنيها، عيار 21785 جنيها، عيار 24 سجل 897 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب اليوم إلى 6280 جنيها. نتحول إلى أسواق البترول، حيث تراجعت أسعار النفط بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم. وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 2.1% مسجلا 85 دولارا و79 سنتا للبرميل الخام. كما انخفضت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 21 سنتا أو ما يعادل 3.1% ليسجل اليوم 83 دولارا و55 سنتا للبرميل. تتوقع مسودة ميزانية المغرب للعام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق ليصل إلى 519 مليار درهم أو ما يعادل 57 مليار دولار. من جهتها أعلنت وزارة المالية أن خطة الميزانية تهدف لتحفيز تعافي الاقتصاد، وذلك وسط جائحة كورونا، وكذلك تعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي، بينما يواصل الاقتصاد تعافيه من الجائحة. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لدينا ومحمد، إليكم. شكرا لك مربت. افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم يرافقها محافظ الإسماعيلية شريف بشارة معرضا للكتاب وآخر للفنون التشكيلية، وذلك على هامش انطلاق فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. هذا وأكدت وزيرة الثقافة أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالثقافة والفنون وبدورهما الكبير في الوعي، كما تؤمن بحق مواطنيها في الحصول على خدمات ثقافية تصل إليهم أينما كانوا. من جانبه أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المهرجان يمثل رسالة قوية بأن مصر بلد الأمن والأمان، وتأكيدا على ثقة العالم في مناخ الاستقرار والاستثمار الذي تعيشه مصر. والآن وقفة مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. أخبار الملاعب بصحبة ميرفت المليجي مرة أخرى. شكرا مرة أخرى محمد ودينا، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. البداية مع الدوري المصري الممتاز، حيث فاز المقاولين العرب على ضيفه الشرقية للدخان بهدف نظيف على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة في الجولة الأولى للدوري الممتاز. سجل اللاعب النيجيري جون أوكولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17. بهذا الفوز حصد ذئاب الجبل أول ثلاث نقاط، بينما تلقى الوافد الجديد الشرقية للدخان الهزيمة الأولى في افتتاح مشوار الفريق بالدوري. وضمن مباريات الجولة نفسها يلتقي فريق الأهلي وصيف النسخة الماضية مع الإسماعيلي، كما يستضيف بيراميدز فريق مصر للمقصة. اختتمت فعاليات أول بطولة دولية لهوكي الجليد في مصر، والتي أقيمت في الفترة من 24 وحتى 26 من أكتوبر بمشاركة عدد من الفرق الأوروبية والأمريكية. وأقيمت البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهي إحدى البطولات الودية والتي تهدف لأن تدخل مصر بذلك عالم الرياضات الشتوية.
إن شاء الله الفترة اللي جاية يبقى في ملعب، يعني في ظل الإنجازات اللي موجودة في مصر عموما في كل المجالات وخصوصا في مجالات الرياضة وفي المجالات العديدة من الإنجازات بنشوفها وتتحقق، بنتمنى إنه ده يكون حلم يتحقق إن شاء الله قريبا. احنا الحمد لله شاركنا في بطولات ودية كتير خلال قارة أفريقيا وآسيا وأمريكا. أول بطولة كانت في 2015 استضافتها المغرب، تاني بطولة شاركنا فيها في مونتريال 2016، شاركنا بعد كده في بطولة في 2019 تعتبر أول بطولة عربية استضافتها الإمارات في على ملعب أبو ظبي، وشاركت فيها دول عربية ودول أفريقية من تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر والإمارات. وآخر بطولة كانت في السنة اللي فاتت في الكويت. نهاية أخبار الرياضة وعودة لدينا فكري ومحمد، إليكم. شكرا لك ميرفت. خرجت الأميرة اليابانية ماكو ابنة شقيق الإمبراطور ناروهيتو رسميا من العائلة الإمبراطورية مع إتمام زواجها من شاب من عامة الشعب، واقتصر زفافه على إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة للزواج بعيدا عن المراسم المعتادة لحفلات الزفاف الإمبراطورية. الأميرة ماكو تزوجت من زميل سابق لها في الجامعة بعد خطبة دامت سنوات لتخرج من العائلة الإمبراطورية وفق القوانين التي تلزم إناثها بالتخلي عن ألقابهن إذا تزوجنا من عامة الشعب. But things soon turned sour as tabloids reported on a money scandal involving Kimura's mother. In an unusually frank tone. والآن وقفة جديدة نستعرض فيها أخبار الطقس والأحوال الجوية. وعودة مرة أخرى إلى ميرفت المليجي، إليك ميرفت. شكرا دينا ومحمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 28 والصغرى 19، الإسكندرية 28 21، مطروح 25 19، بورسعيد 27 23، الإسماعيلية 28 19، السويس العظمى ستكون 28 والصغرى 20، العريش 27 19، طابة 26 20، شرم الشيخ 29 23، الغردقة 29 20، الأقصر العظمى ستكون 32 والصغرى 17، أسوان 33 19، الوادي الجديد 31 18، شلاتين 32 19، أما أخيرا حلايب 29 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
الآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع أبرز لقطات اليوم. استعرض المجلس القومي للمرأة تقرير مصر حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم سيداو. وعرض المجلس جهود الدولة المصرية تجاه المرأة ذات الإعاقة، حيث لفت إلى أن الدستور أولى اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة وخصص لهم نسبة مناسبة في البرلمان، والتي وصلت لتسعة أشخاص من ذوي الإعاقة من بينهم سبعة من النساء. كما أشار المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم إقرار قانون لتنظيم عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل لتجريم التنمر وتغليظ العقوبة. وأشار المجلس إلى أن لجنة المرأة ذات الإعاقة تمثل المجلس في المحافل المحلية والإقليمية والدولية التي تعقد لمناقشة القضايا ذات الصلة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الإتاحة وتمكين المرأة ذات الإعاقة. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة التاسعة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود الانتهاء من مدينة السيارات العالمية لتضم كافة الخدمات اللازمة. مدبولي يوقع مذكرة تفاهم في باريس لتدشين البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. البرهان يؤكد أن تحرك الجيش جاء لتجنيب السودان الحرب الأهلية، ويتعهد بعدم تدخل مجلس السيادة الجديد في الشؤون السياسية.